أعرب أهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها بالأمس عن سعادتهم بالمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات. وتشهد القرية تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. وقال الأهالي إن الافتتاحات توفر كافة الخدمات التي تحتاجها القرية، وهو ما يخفف العبء عليهم ويحسن مستوى معيشتهم وصولا إلى الحياة الكريمة. قرية الحصص ترحب بكم، لكن هذا الترحيب قد يكون مختلفا هذه المرة بعد أن حظيت القرية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بهذه القرية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية. زيارة لاقت ترحيبا واسعا من أهالي القرية التي تأتي بالتزامن مع المشروعات الخدمية التي غيرت شكل القرية وجعلت الحلم حقيقة. أنا دعيت له، هو رد علي وقال الله يكرمك. أنا بقول له ربنا يبارك فيك يا ريس، أنت شرفت وربنا يكبر خاطرك زي ما جبرت بخاطرنا وجاتلنا. فقال لي شكرا. فاحنا ما عندناش غيره، ما لناش ريس غير هو، فعمل لنا الطرق، الغاز، كهرباء، مجاري. ما كانش عندنا مجاري هنا ولا في القرى اللي حوالينا، ما كانش فيها مجاري. كل ده اتعمل لنا في سنتين، ده هم من سنتين ثلاثه بس. والله شيء جميل، وحسيت بالفرحه ان رئيس دوله بسم الله ما شاء الله راجل محترم وكويس، جاء عمل حاجه كويسه في قلب القريه، وشيء جميل، وطرق ووحده صحيه ومدارس وكل حاجه جميله يعني ما شاء الله. طبعا فرقت جدا يعني. نشكر سياده الرئيس على الخدمات اللي هو اوصى بيها، وحياه كريمه برضو هنا في المنطقه في البلد، من خدمات غاز وطرق وصرف صحي، مدارس، وحده صحيه، ومجمع خدمات المواطنين. يعني اتعمل عندنا هنا انجازات في البلد بصراحه. يعني قريه الحصص تاتي ضمن 26 قريه تابعه لمركز شربين، تمتع مواطنوها بمشروعات مبادره حياه كريمه التي انتهت من تنفيذ مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي ووحده طب الاسره، بالإضافة لمدرستين تعليميتين ومركز تأهيلي ومشروعات الصرف الصحي، لتنقل هذه المشروعات القرية نقلة نوعية في تقديم الخدمات والتيسير على أهالي القرية. قرية الحصص هنا طبعا تنفس فيها مجمع خدمات على أعلى مستوى، مجمع زراعي، مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي، رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب، صرف صحي، رصف، كهرباء، انترنت، غاز طبيعي. البنية التحتية بالكامل تم تغييرها، وقدرنا نوصل لآخر بيت هنا في القرية ووصلنا له مية وصرف. طبعا المشروعات اللي تمت من خلال مبادرة حياة كريمة مشروعات في جميع المجالات، المجالات الاقتصادية، المجالات الاجتماعية، المجالات الصحية، المجالات الرياضية، في حتى المجالات الخدمية، في جميع المجالات تمت المبادرة فيها وغيرت وجه الأرض. في مش قرية الحصص لوحدها، لا، في 26 قرية التابعة لمركز ومدينة شربين. أولا الشعور لا يوصف. زيارة الرئيس يعني زيارة تاريخية بالنسبة لقرية الحصص. وأنا طلبت من سيادة الرئيس امبارح طلب واحد بس في المكتبة، طلبت أن يخصص يوم 1 ديسمبر من كل عام يكون عيد قومي لقرية الحصص. ربنا يخلي لنا سيادة الرئيس وعمل لنا حاجات عمرنا ما كنا نحلم بها ولا بعد 100 سنة. وما شاء الله عمل لنا المجمع ما كناش نحلم بيه، وزيارته ديت شرفتنا، كنا بنستناها من سنة، من اتنين، من تلاتة. جميع المبادرات قدمت أفضل خدمات في الوحدات الصحية. حضرتك احنا بنقدم في العيادات الأسنان والجراحة والبطنة والأشعة. طبعا احنا بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي قدمت لنا حاجات احنا ما كناش نتخيل ان هي تكون موجودة في قرية زي قرية الحصص. حلم كان بعيدا واصبح اليوم قريبا في واقع يلمسه اهالي قرية الحصص بالخدمات المقدمة من هذه المشروعات، فضلا عن زيارة الرئيس السيسي التي كانت رسالة طمأنينة وتأكيد على ان الدولة لن تتوانى لحظة عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين.